مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. بعد النجاحات الدبلوماسية المغربية الأخيرة، لم يجد وزير الخارجية الجزائري سوى البكاء على منصة الأمم المتحدة خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، حيث قال أن الجزائر تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصية للوصول إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير حسب قولها. وقال وزير الخارجية الجزائرية في هذا السياق: نحن نؤكد أن ظاهرة الاستعمار في الصحراء الغربية مصيرها الزوال مهما طال الزمن أو قصره، وأن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ستجد طريقها إلى النفاذ عاجلا أم آجلا. وشدد المسؤول الجزائري ذاته على أن الجزائر لا تقبل بأي محاولات لفرض الأمر الواقع، مبرزا أن الشعب الصحراوي سيظل متمسكا بحقه في تقرير مصيرها، وأن الجزائر ستظل تدعم حقوقها. ويأتي تصريح وزير الخارجية الجزائرية تزامنا مع نجاح المملكة المغربية في حشد دعم دولي غير مسبوق لصالح مغربية الصحراء عبر تحركات دبلوماسية ذكية واستراتيجية واضحة. واستطاع المغرب خلال السنوات الأخيرة استقطاب اعترافات متزايدة من العديد من الدول الكبرى بدعم سيادته على الصحراء، مستفيدا من علاقاته الدولية المتينة وتحالفاته الإقليمية والدولية. هذه النجاحات الدبلوماسية جاءت نتيجة لمقاربة شاملة تقوم على التواصل الفعال والإقناع بالحجج القانونية والتاريخية، ما عزز مكانة المغرب وأضعف المواقف المعارضة في هذا الملف الحيوي. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.